لوت بيت سماعات أذن لاسلكية لاصقة لا تشبه أي سماعات أخرى على الإطلاق، فهي عبارة عن سماعات طويلة رفيعة السمك تأتي مرفقة ب 365 لاصق. يمكنك يوميا لصق السماعات على الرأس باستخدام تلك اللصقات المغناطيسية. ما يميز تلك السماعات عن غيرها هو عدم اتصالها مع القناة السمعية بشكل مباشر، ومع ذلك فإن الصوت يمر عبر عظام الجمجمة، حيث تخلق السماعات ذبذبات تدركها الأذن كالموجات الصوتية. تعتبر تلك التقنية آمنة تماما، حتى أنها أكثر أمانا على الجهاز السمعي مقارنة بسماعات الأذن الأخرى التقليدية. كذلك فهي لا تعزلك عن المكان من حولك، فتجعلك أيضا قادرا على التواصل مع الآخرين وسماعهم بوضوح، ما يزيد من مستوى الأمان خاصة عندما تكون خارج المنزل. وفي نفس الوقت فإن الصوت الصادر من السماعات لا يمكن لأحد من المحيطين بك سماعه. يمكنك شراء سماعات لوت بيت الآن بسعر 135 دولار. زيرو ماوس. زيرو ماوس هي أصغر ماوس كمبيوتر في العالم، يمكنك استخدامها للعمل على جهازك أو حتى للعب. لا يتجاوز حجم الماوس حجم عملتين معدنيتين، لذلك فلا بد أن تكون حريصا أثناء استعمالها وتخزينها حتى لا تتعرض للفقدان. الماوس متوافقة مع الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة ماك، ويمكنك استخدامها على أي سطح، كما يمكن استخدامها كمؤشر. سعر الماوس 95 دولار. كولت كلوفر ليف 1871 ميني منتج رائع سوف ينال إعجاب عشاق الأغراض بالغة الصغر. بالطبع هو ليس مسدسا حقيقيا، ولكنه يعتبر بمثابة اكسسوار أنيق ولطيف، فهو يشبه المسدس الحقيقي بشكل مدهش، حتى أنه يحتوي على الكثير من التفاصيل الدقيقة شديدة الواقعية. السلاح هو نسخة مصغرة من المسدس 1871 كولت كلوفر ليف، وهو من إنتاج الشركة الروسية المبتدئة روغان. كل نسخة من هذا السلاح هي في الواقع مصنوعة يدويا، ويستغرق العمل على كل منها وقتا يتراوح ما بين 8 و9 أسابيع. أجزاء السلاح مصنوعة من الفولاذ والنحاس، بينما يصنع المقبض من الخشب الطبيعي. أسطوانة السلاح مصممة لاستيعاب 5 خراطيش صغيرة بطول 5 من 100 بوصة، ولكن عليك تحري الدقة أثناء تلقيم السلاح. يدعي المطورون أن هذا السلاح هو أصغر مسدس في العالم، فطوله لا يتجاوز 1.1 بوصة. يمكنك الحصول على نسختك الآن بسعر يبدأ من 500 دولار. بولارويد جو. نقدم لكم أصغر كاميرا طباعة فورية في العالم، والتي لا يتجاوز طولها 4 بوصات، أما ارتفاعها فيبلغ 3 بوصات، ويبلغ السمك حوالي 2.3 بوصة. زود المطورون الكاميرا بشاشة عاكسة من أجل التقاط صور السيلفي، هذا بالإضافة إلى جهاز فلاش. يمكنك أيضا ضبط مؤقت الكاميرا حتى تستطيع التموضع قبل التقاط الصور مع أصدقائك. تعمل الكاميرا بفيلم فوري، يمكنه استيعاب حتى 16 شريحة سهلة الاستبدال. تأتي الكاميرا بألوان مختلفة تناسب جميع الأذواق. يبدأ سعر كاميرا بولارويد جو من 165 دولار. تول رينج. أداة متعددة الاستخدامات، يمكنك حملها في كل مكان. الأداة مصنوعة من التيتانيوم، وهي تأتي مرفقة بالعديد من الملحقات القابلة للفك والتركيب، والتي يمكنك استخدامها كنصل لفتح الصناديق أو كقلم أو كمصباح يدوي أو حتى كمفك براغي أو كفتاح زجاجات وعبوات طلاء. يبدأ سعر الأداة من 35 دولار.
زانكو تايني تي 1. تشاهدون الآن أصغر هاتف خلوي في العالم، فهو في حجم إصبع الإبهام تقريبا ووزنه أخف من وزن العملة المعدنية. وفي نفس الوقت لا يمكن للهاتف زانكو تايني تي 1 أن يحل محل الهاتف الذكي، وذلك لأنه يفتقر إلى الكثير من الوظائف والإمكانيات، ولكنه مفيد كبديل احتياطي رخيص في الأوقات التي يصعب فيها استعمال الهاتف الذكي. الهاتف الصغير مثالي للاستعمال أثناء ممارسة الرياضة على سبيل المثال أو في الحفلات، لذلك فلن تكون مضطرا للقلق حيال احتمالية فقدان هاتفك الذكي باهظ الثمن. يسمح لك الهاتف تايني تي 1 بإجراء المكالمات وإرسال الرسائل بشكل طبيعي، كما يمكنه تخزين حتى 300 جهة اتصال. تستمر بطارية الهاتف في العمل لمدة تصل إلى 3 أيام أو تكفي لإجراء مكالمات بما يعادل 180 دقيقة. سعر الهاتف $50. فانكي اس. فانكي اس هو أصغر منصة ألعاب في العالم حتى الآن، وهي تعتبر نسخة مصغرة من منصة جيم بوي جيل التسعينيات، ولكن أكثر تطورا. لاستخدام المنصة أنت لست في حاجة إلى أي شرائط أو ملحقات خارجية، فكل ما تحتاجه موجود بالفعل داخل الجهاز. نجح المطورون في تثبيت عدد ضخم من الألعاب القديمة الأكثر شعبية على الجهاز، مأخوذة من منصات مختلفة بداية من بلاي ستيشن 1 و The Game Gear وحتى The Saga و Atari. يحتوي الجهاز على ذاكرة داخلية بسعة 128 جيجا بايت. يمكنك تشغيل الجهاز خلال 5 ثواني فقط، وهو يحفظ آخر تقدم أحرزته في جميع الألعاب. بفضل صغر حجم الجهاز وخفة وزنه، يمكنك حمله معك إلى أي مكان، حيث يمكنك وضعه في أصغر جيب لديك أو حتى استخدامه كسلسلة مفاتيح. سعر الجهاز $75 فقط. Everyday Blade، سكين جيب عملي وآمن وقابل للطي، قادر على قطع المواد المختلفة كالخشب والحبال السميكة وغيرها خلال ثواني فقط. السكين صغير الحجم، فطوله لا يتعدى طول الأصبع، ومع ذلك فنصله شديد الحدة. يمكنك استخدام هذا السكين أيضا كسلسلة مفاتيح. تلك المطوار رائعة لا غنى عنها في الحياة اليومية، كما أنها مفيدة للغاية في الرحلات الخارجية وفي البرية. بفضل تصميمه القابل للطي وآلية الفتح المميزة، يمكنك فتح وطي السكين بيد واحدة فقط. الميزة الرئيسية لهذا السكين هو نصله المصنوع من الفولاذ الكربوني عالي الجودة والقابل للاستبدال. تشتمل المجموعة على 12 نصل إضافي للتبديل. يمكنك الحصول على المجموعة كاملة الآن بسعر $25 فقط. بوكيت بوتل، قارورة جيب عملية بطول 17 طبوسة من إنتاج شركة كيكسكو اليابانية. القارورة قابلة للطي، حيث يصبح طولها في حال عدم الاستخدام 1.4 بوصة فقط، وبهذه الطريقة تصبح سهلة الحمل والتخزين، حتى أنه بإمكانك وضعها في جيبك أو في حقيبتك دون أن تشغل حيزا كبيرا. يمكن طي القارورة أيضا إلى النصف، أي استخدام نصف الساعة. القارورة مصنوعة من السيليكون الآمن المقاوم للحرارة، وهي سهلة التنظيف وصديقة للبيئة. سعر القارورة $18. 6-bit driver set، مفك براغي غير عادي يتميز بتصميمه الأصلي. المفك مقدم من شركة CRKT. مقبض الأداة مصنوع من الألومنيوم الخفيف والمتين، وبداخل المقبض يوجد حامل لستة ملحقات. يشتمل الإصدار القياسي على T6, T7, T8, T9, T10 و T15، ولكن يمكن استبداله حسب الرغبة. تزن الأداة أقل من 100 جرام، وهي تناسب الجيبة بسهولة، أو يمكنك وضعها في صندوق التابلو بسيارتك. سعر الأداة $40. Otter's Mini Bowling،
بالتأكيد سمعتوا من قبل عن لعبة كرة قدم الطاولة وهوكي وحتى تنس الطاولة، ولكن هل رأيتوا من قبل لعبة بولينج الطاولة؟ منصة اللعب مصنوعة من الخشب ويبلغ طولها حوالي 12 بوصة، وهي تأتي مع 10 أهداف بالإضافة إلى كرة معدنية صغيرة. مع هذه اللعبة المدهشة سوف يمكنك الاستمتاع باللعب البولينج في منزلك وعلى الطاولة. كل ما عليك فعله هو ضرب الكرة باتجاه الأهداف في بإصبعك. سعر اللعبة 13 دولار. شكرا على المشاهدة، واخبرونا في التعليقات أي من الأدوات المدهشة التي استعرضناها على قائمتنا اليوم قد أعجبتكم أكثر وترغبون في شرائها. ولا تنسوا إذا أعجبكم الفيديو اضغطوا لايك وشاركوه مع أصدقائكم على مواقع التواصل الاجتماعي، وللمزيد اشتركوا بالقناة، ولا تنسوا أيضا تفعيل خاصية الجرس ليصلكم كل جديد. إلى اللقاء.